السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين محمد علي في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير واليمن والبركات. النهاردة جايين ومعانا موضوع مهم جدا جدا. بس قبل ما نتكلم في أي حاجة، وزي ما تعودنا دايما نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. طبعا بعتذر لكل الناس حبايبي اللي أنا بجد اتأخرت عليهم وقت طويل جدا جدا، وقعدت بقالي أكتر من أسبوعين ما بنزلش فيديوهات لظروف يعلم بها الله، فطبعا اعذروني جدا 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 وغصب عني وبعتذر لكم، لكن ان شاء الله وباذن الله هنحاول على قد ما نقدر ما نتاخرش عليكم الفتره اللي جايه، وعلى بركه الله نبدا الفيديو بتاعنا. ومغتربه في فرنسا، طبعا ناس كتير قوي انت قالت لي انت بتتكلمش ليه غير على مغتربه في فرنسا، او اكتر فيديوهاتك على مغتربه في فرنسا، لان طبعا وراها حكايات كتير قوي قوي، واخرهم عنوان مهم جدا جدا، وده اللي خلاني اطلع واتكلم. وبقى كفايه كده الفتره اللي فاتت عمال بسمع وساكت، المره دي طالعين وهنطلع ونتكلم ونقول كل حاجه، وكلام مهم جدا جدا جدا. فيديو اخير لمغتربه في فرنسا، او بمعنى اصح اتعودنا في الفتره الاخيره ان مغتربه في فرنسا او مدام هناء تطلع وتنزل فيديوهات باسماء تلفت الانتباه، ابتدت تدي عناوين تلفت الانتباه، عناوين جميله جدا جدا، عناوين بتاعت قناه كبيره للامانه، وفكرتني بقناه ام جنى، يعني برضو ام جنى ذكيه جدا جدا جدا، ومدام هناء ذكيه، فابتدت تدي عناوين نفس العناوين كده، ايه ادي حاجه تلفت الانتباه لجميع المتابعين، ودي حاجه كويسه جدا جدا واحترمها فيها، ان الذكاء مطلوب جدا جدا، وبالذات لما يكون يوتيوبرز وعليه العين. فطبعا اديت عنوان مهم جدا جدا، قالت لك يا جماعه الحقوني انا اتعرضت لعمليه نصب كبيره. هي كانت بالفعل هتتعرض لعمليه نصب كبيره، بس تعالوا بقى نخش على الفيديو كده ونحلله واحده واحده ونقدر نتكلم فيه، لان موضوع مهم جدا. يعني اتكلمت عن ان في بدايه الفيديو اول حاجه اتكلمت فيها قلت لك في بعض الناس وناس كتيره قوي مصممين ان هم يؤذوني، ومصممين انه يمحوني حتى من على اليوتيوب، ودي حاجه طبعا انا اعترض معاها فيها. يعني ليه تعترض؟ لان السبب واحد جدا، مفيش حد عايز يأذيكي، مفيش حد عايز يمحيكي من على اليوتيوب، لكن في ليكي ناس طالعه يعني يعتبر شغالين قصادك، او بيعرضوك، او بعض القنوات شغاله قصادك، ده امر طبيعي. ليه؟ لان بسم الله ما شاء الله انت قناه نص مليون مشترك، فطبعا عليك العين زي ما بيتقال، فامر طبيعي ان هم في ناس حابه انها تطلع وتتكلم عليكي ويبقوا ندي ليكي عشان ربنا يكرمهم هم كمان ويطلعوا ويشتهروا، وده امر طبيعي، وبالذات لو قنوات زي قنوات النقد وكده في الفترة الأخيرة ابتدت كل مثلا، ودي حاجة هنتكلم فيها، كل واحد عايز مثلا يعمل محتوى يطلع يشتم في قناة كبيرة علشان أنت تشتمني وأنا أشتمك ومش عارف إيه، والقناتين يكبروا، ودي للأسف الشديد ابتدى يظهر كتير، يعني مش هنقول بقى لا، ده ابتدى يظهر كتير قوي. المهم هنخش في موضوعنا بس على طول، نقول طبعا اتكلمت وقالت إن قناتي مش كبيرة، بالعكس لا أنت قناتك كبيرة يا مدام هناء، وقناة مش صغيرة، هي نص مليون وكده وربنا يكرمك كده، بس هي مش قناه صغيره، فده امر طبيعي ان يبقى عليها العين، وزي ما انا بتكلم كده بقول لك امر طبيعي ان هيبقى عليكي العين، وكتير قوي من القنوات هتحاول انها تتكلم عليكي. طبعا اتكلمت على ان مشاهدتها متوسطه، وده امر طبيعي. امر طبيعي ليه بقى؟ لسبب واحد جدا، يعني احنا قاعدين كده قعدنا نحسبها مع نفسنا كده وهنشغل دماغتنا، انت عندك نص مليون مشترك، المفروض الطبيعي ان انت على الاقل يبقى داخل عندك مشاهدات في كل فيديو بتنزليه مش اقل من 100,000. طب قناتك مثلا ما بتجيبش غير 20 30 50، بتوصل 100,000 لما يكون في حدث مهم. طب ده امر طبيعي. امر طبيعي ليه؟ ان في حاجه ناقصه او في حاجه مش مظبوطه انت محتاجاها، وخلي بالك من النقطه دي وهجيلك عليها وهفهمك ايه الحاجه اللي انت محتاجاها. فحته ان قناتي متوسطه او ده امر طبيعي متوسطه، بس انت محتاجه انك تشد حيلك شويه ايه في الفيديوهات بتاعتك، او توصلي للحاجه اللي انا هوصل لكم هكلمكم فيها برضو اللي الفت معاكم الانتباه فيها. وطبعا اتكلمت ان اي حد طالع بيبتدي القناه بتاعته لازم يتكلم عن مغتربه في فرنسا، ده حقيقي والله بجد حقيقي. ليه؟ متابعين مغتربه في فرنسا بسم الله ما شاء الله كتير، نص مليون وممكن يزيدوا عن نص مليون، ده في ناس كمان ما اشتركتش، في ناس بتحبها وممكن ما كنتش عامله لها اشتراك. ايه ده ازاي؟ في ناس كتير ما تعرفش يعني ايه اشتراك حتى والله. يعني في ناس بتتابع حد ممكن يتفرج على الفيديو من اوله لاخره ولا يعمل له لايك ولا يعمل له اشتراك ولا يعمل اي حاجه، وده امر طبيعي. ليه؟ واحد يعني ما يعرفش او ما مش في دماغه.
مش في دماغه، هو المهم ان هي ظهرت له فعجبني الفيديوهات بتاعتها، فبيتابع اي فيديو بيجي له اشعار بقى، يجي له مثلا من محتوى مقترح فحابب ان هو يتفرج عليه. فاي حد يبتدي بالقناه بتاعته يطلع يتكلم عن المغتربه في فرنسا، لان زي ما بقول لك مشاهداتك كتير من متابعينك بيحبوك وبيحبوا يتابعوا ايه الاخبار اللي بتتقال عليكي، ايه الحاجه مثلا الناس بيتكلموا عليكي في ايه، بيقولوا عليكي ايه، فده امر طبيعي جدا جدا. وبيستغلوا طبعا اسم مغتربه في فرنسا، وده يعني يعني بجد حدث ولا حرج في كل عنوان. انا واحد من الناس بكتب عنوان مغتربه في فرنسا، في كتير قوي بقى طبعا اللي بيكتب مصر مغتربه في باريس، مغتربه مش عارف ايه، كتير بيتكلم عنك. وفي ناس كتير اشتهرت على حسك على فكره، ودي حاجه الواحد ما يتكلم، وناس كتير استغلت اسمك للشهره، ودي برضه حاجه الواحد ما ينكرهاش، فده امر طبيعي. فيعني حته الناس تستغل اسمك لانك انت قناه كبيره ولازم الناس تستغل، غير ان في طبعا حاجات كتير قوي احنا ما بنتكلمش عنها، انت ما بتقدميش بلاغات ضد حد، ما بتتكلميش عن حد مثلا بطريقه وحشه، ما يعني من الاخر انا طلعت مثلا عايز اشتهر، هتطلع اشتهر في مغتربه في فرنسا فهترد عليا الشتيمه فهي اشتهرت وانا اشتهرت، لا انت عكس كده خالص، انت حتى اللي بيشتمك انت ما بترديش عليه، وبالعكس بسم الله ما شاء الله ناس كتيره قوي كانوا بيشتموا فيكي، فالناس حبوا يروحوا يشوفوكي بيقل الكلام اللي بيتقال عليكي، لقوا نفسهم بيشتركوا في قناتك لان حسوا ان دي انسانه محترمه وانسانه كويسه. وده احنا ما لناش حاجه غير ان احنا نقولها غير النقد، بننقد باحترام وبكل ادب. المهم فطبعا اتكلمنا على حته استغلال اسمك طبعا عشان طبعا المشاهدات، وده امر طبيعي كتير قوي من القنوات اللي حابه تشتهر طبعا بتطلع وتتكلم عن مغتربه في فرنسا وتطلع تشتم فيها وتطلع تعمل، وناس كتير قوي بتدعم الحاجات دي فبيروحوا يتفرجوا ويعملوا ويلاقوا ان مغتربه في فرنسا بتتشتم، فعشان كده القنوات ايه القنوات اللي بتشتم بتشتهر. وللاسف الشديد طبعا دي حاجه محزنه، يعني بجد حاجه محزنه. نخش بقى في ايه في حاجه مهمه جدا جدا، يعني دي برضو حاجه مهمه. طب كل فيديوهاتي الناس دي بتشتغل؟ اه قلت ان الناس اللي بتطلع تتكلم عليكي فيديوهاتهم بيشتغلوا، وبتحقق قد ايه؟ بتحقق 2 دولار مثلا، فيديو بتاعه محقق 2 دولار طبعا. واتكلمت على ان 2 دولار ب 60 جنيه، و60 جنيه يجيبوا لنا فرخه او بطايه. يا مدام هنيه انت ما كنتش عايشه في مصر ولا ايه؟ 2 دولار ايه اللي يجيبوا فرخه او بطايه؟ لا ده احنا هنتكلم بقى بجد بقى، انت تخلينا كده نخرج عن شعورنا معاك. 2 دولار ايه اللي يجيبوا فرخه او بطايه؟ انت عارفه الفرخه بقت وصلت لكام دلوقتي؟ دي داخله في 200 جنيه، يعني يعتبر ولا ب 5 دولار. 5 دولار ده والله تعدي ال 5 دولار، يعني ده ولا 6 دولار تجيبي فرخه، 8 دولار تجيبي لك بطايه في الحدود دي. طبعا واتكلمت بقى تقول لك ايه، واللي بقى الفيديوهات بتاعته تشتهر بزياده ويعدي بيجيب كذا الف من المشاهدات، قناته تعمل 4 دولار فيجيب كيلو لحمه. 4 دولار يعني 4 في 30 ب 120، يعني كيلو لحمه ب 120. ده فين ده؟ ده ولا حتى مدعم ب 120 ولا تلاقيه اصلا. لحم الكلاب لو عايز لحم الكلاب ولا لحم القطط مش هتلاقيه، هتلاقيه اغلى من كده. لحمه 4 دولار ايه اللي يجيب كيلو لحمه؟ انت كنت عايشه فين؟ كنت فين يا مدام هنيه؟ انت كنت في مصر ولا فين بالظبط؟ انزلي القاهرة وانزلي الأماكن، يعتبر أقول لك انزلي الجيزة والقاهرة، انزلي اسكندرية، انزلي الأماكن دي اتفرجي على الأسعار بجد. يعني أقل حاجة عشان تجيبي كيلو لحمة ولا قد إيه؟ ده بالظبط يعني حوالي 8 دولار ولا 8 9 دولار عشان تجيبي كيلو لحمة، مش 4 دولار. وفيديوهات إيه اللي بتحقق 4 دولار؟ يعني خلينا صرح مع بعض، في ناس كتير قوي الفيديو بتاعهم بيعمل 2000 3 ويجيب دولار ونص 2 دولار بالكتير. فده امر طبيعي. اتكلمت طبعا عن شركه في الامارات حابه تقدم لك خدمات وانها تطلع وتتكلم عنك وتعمل لك شهره وكده، مقابل انها تاخد نسبه 30%، ودي انا كنت احبذها. انا احبذ حاجه زي كده، ويا ريتك كنت انضميتي ليها. مش هنقول ان انت هتقفلي قناه، تقول لهم يا ستي ما يقفلوش قنوات، لان زي ما بقول لك القنوات اللي بتطلع تتكلم عليكي هي بتشهرك. يعني ربنا يكرمك انت، لو انت عندك مثلا 50,000، عندك 100,000، عندك نص مليون، وفي قنوات كتيرة عمالة طالعة وبتتكلم عليكي فهي بتشهرك، ويعتبر مشتركينك بيزيدوا وكل حاجة عندك بتزيد ومشاهداتك هتزيد، فده أمر طبيعي. هنقول لهم إن إحنا ما تقفلوش قنوات اللي بيطلعوا يتكلموا علينا، خلي زي ما هي ماشية، لكن 30% أنت بصيت عليها إن هي كتير، لكن أنا بقول لك أهو لا مش كتير، لسبب واحد جدا، مشاهداتك هتفرق. وروحي بصي مثلا زي قناة أم جنى،
قناة المجانا دي 90% او 100% انا واثق من اللي انا بقوله لك ان دي قناة ماسكاها الشركة وبتدي بعض الانذارات لبعض القنوات، وانا بقولها لك اهو وبتدي انذارات لبعض القنوات. لكن تعالي بص على الفيديو اللي بتنزله، الفيديو ينزل يعمل 100,000 100 و1000 120,000 وده امر طبيعي، وبسم الله ما شاء الله عندها بدل القناة 2 و3. ليه؟ في شركة ماسكاها وعارفة ازاي بتروج لها، ونسبة 30% ما فيهاش قد مشكلة مقابل الشهرة بتاعتك. ما انت برضو ما تنسيش ان هي هتبقى فيها شهرة، فانت اللي هتبقي كسبانة. والموضوع ده اتكلمنا فيه قبل كده وقلنا ان لو شركة مسكتك هتبقى بكتير افضل بكتير، ومشاهداتك هتفرق كتير طبعا. واتكلمت ان طبعا النسبة، انت شايفة ان النسبة اللي هياخدوها كتير؟ لا مش نسبة كتير، يعني بالنسبة لمشاهداتك ان شاء الله في الفترة اللي جاية لما تعلى مش هتبقى كتير، هتبقى حاجة كويسة جدا جدا. وطبعا احنا قلنا ان القنوات اللي بتقفل اللي بتتكلم عليكي، وانا قلت لك ان القنوات دي سبب في الشهرة، يعني مش اكتر من كده. يعني والله كل ما القنوات هتبتدي تتكلم عليكي كل ما شهرتك بتبتدي تزيد، ومشاهداتك واشتراكاتك بتزيد، وكل حاجة هتلاقيها بتزيد عندك وبتفرق معاك كتير. المهم اتكلمت عن جاتلك مكالمة من احدى الدول العربية، وطبعا انت لما الشركة كلمتك وكان في الحاح واتصالات مستمرة وي 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 وحاجات قد كده، قال لك ان هي الشركة دي موجودة في البرتغال. طيب انت بتقولي ان الرقم اللي جالك 009 00966 ده السعودية، 965 ده الكويت، 971 ده الامارات، 970 فلسطين، 972 برضو طبعا الكود التاني لفلسطين الارض المحتلة، طبعا مش عايزين نذكر الدولة التانية. المهم في كتير قوي قوي كودات. طبعا لو قلت الرقم اللي قالك انا شركة موجودة في البرتغال، البرتغال معروف الكود بتاعها 00351، المانيا 0049، فرنسا 0033، في عندك ايه تاني الدول، في دول كتير. المفروض انت حتى اول ما يجي لك الكود دخلت على جوجل وسجلتي هو هيقول لك ان دي انهي دوله، وده كود انهي دوله الموجود اللي جالك منه مكالمه التليفون. المهم فضل الحاح واتصالات مستمره، وانت طبعا ايه قلقتي ورفضتي، وده امر طبيعي، ده امر طبيعي. ويستحسن انت ما دام اتكلمت عن الموضوع وخلاص وما انضمتيش لي ما تتكلميش عنه تاني، او ما انا صح ما تفتحيش اي باب تاني، حتى فضلوا يلح عليك باتصالات خلاص انا عامل بلوك وريح دماغي. وطبعا قال لك ان هو بيتصل عليكي من البرتغال، وانت اول ما شفت الرقم 0096 انت ما انت ليكي ناس كتير، يعني انت ليكي ناس كتير في دول عربيه واكيد عارفه انت بتتصل عليهم او بيكلموكي، فباين قوي الكود ده بتاع انهي دوله، فخلاص انت عرفتي ان هو كذاب بلوك وريحي دماغك. ولو طلع طبعا انت بترفضي، طلع بيقول لك بدي نصيحه بقى لوجه الله انا حابب ان انا انصحك من باب المحبه، فطبعا طلع بيقول لك ايه انا هبعت لك ايميل وخش عليه او رابط وخش عليه واكد ايه اكد الرفض بتاعك. طبعا انت لو كنت دخلت حاجه زي كده خلي بالك ان ده هاكر، وكان قناتك بجد هتكون في خبر كان في الوقت ده. ليه؟ لان خلاص انت مسافه ما دخلت على الايميل اتهكرت قناتك، انت مش هتعرفي تفتحيها تاني للاسف الشديد. طبعا ده فيديو انا كنت حابب ان انا اتكلم معاكم فيه، كنت لازم اخرج عن صمتي، فربنا يصلح حالنا وحالكم كده، وربنا يوفقكم جميعا. وحابب طبعا اشكر كل اخواتي وكل الناس اللي انا بحبهم، كان في لبنان الاخت لارا وام فياض في فلسطين، وانا وجارتي طبعا هنا معايا في مصر، وكل الناس المحترمين، والاخت ندى في مغتربه في المانيا، قنوات كبيره جدا جدا وناس محترمين جدا، وحابب ان انا بجد منهم كل شكري. فربنا يصلح حالنا وحالكم جميعا يا رب، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.